ساري عبد الهادي من يام سافر. اهلا وسهلا فيك باستوديو ومضة بعربنات، مباشرة من عربنات. يام سافر، اهلا فيك سامي. ثانكس فور ذا اوبورتونيتي. يام سافر احنا ببساطة موقع حجز اوتيلات، بنحاول نقدر نخلطها مع ايفنتس، مع كونسرتس، مع عروض، مع مسرح، مع اي شيء يجذب المسافر انه يروح على محل مش بس ينام وبرضه يفتش يلاقي اي شيء يسويه هو بالمنطقه هذه كمان. هيك بشكل عام في كثير منافسه بالسوق، بنحس كيف عم بتميزوا حالكم؟ احنا كبدايه مش طريقه توجهنا للاوتيلات عم بتكون دايركتلي للاوتيل، مش عم نروح على سيستم كبير زي اكسبيديا او بوكينج، يعني اي جي دي اس سيستم نشتريه ونحطه عندنا في الويب سايت. عم نروح على اوتيل، عم نكتب احنا بالعربي عن كل اوتيل وعن كل موقع اللي بيروح فيه موجوده فيه الاوتيل، عم نكتب عنه بالعربي شيء جديد، مش عم نعمل ترانزليشن انجليزي للعربي، عم نكتب عنه على اساس العرب يقدروا يفهموا وتريليت مع الموضوع. هلا احنا كمان شوي توجهنا اكثر والتارجت ماركت تبعنا يعني هو العرب اللي بدهم يتجولوا في الوطن العربي من شمال افريقيا، من المغرب للجلف اريا للسعوديه والخليج كله، للميدل ايست من لبنان وسوريا ومصر، مصر ونورث افريقيا بس يعني. كيف عم بتتواجدوا على وسائل التواصل الاجتماعي؟ عندنا بيج على الفيسبوك طبعا، عم نعمل شيء برضو على الويب سايت تبعنا انه كل ايفنت موجود بتقدر انت تو اكسبورت تو فيسبوك وتعمله يور اون ايفنت، فانت في كبسه جوا الباكج مكتوب عليها انه اكسبورت تو فيسبوك مثلا، فانت بتفتح ايفنت باسمك الشخصي وبتبدا تدعو اصدقائك عليه عشان يعني يحسوا انه هذا الايفنت لك، بيحجزوا عن طريق كلهم عن يوم سافر طبعا. كيف عم بيكون النجاح من اول ما بلشتوا لهلا؟ النجاح احنا ما صرناش فتره طويله بالسوق، بس يعني صار عندنا كم كيس ستدي اللي هي مع برضه باكجز، صار في عندنا اول شيء مشروع ليلى السنه الماضيه كان في لهم كونسرت بعمان، عملنا باكج كانت تيكت الحفله مع اوتيل في الاردن، حوالي كانت من عرب 48 ومن عرب برضه الضفه كمان، تقريبا حوالي كان في يعني 20 ترافلر شيء هيك، كان لسه هي اول بدايات. بعدين يعني سوينا مثلا باكج كانت اكبر في رام الله، كانت لفرقه اوتوستراد، كان في حوالي اكثر من 100 ترافلر جايين كلهم من عرب 48 جايين يحضروا هذا الايفنت، كلهم اجوا عن طريق يام سافر، حجزوا اوتيلات وبرضه تكتات حفله، وكانت كلها يعني سكسس ستوريز. يعني يام سافر انطلق من فلسطين صح؟ مزبوط. شو الصعوبات اللي بتواجهها شركه ناشئه انه تبلش تنطلق من فلسطين؟ هلا شوي بفلسطين لسه العقليه والفكره تاعت الستارت ابس مش كتير موجوده عند الشباب، الكل بتخرج بده يروح يلاقي وظيفه، بده يكون عيله، يعني كل هاي الافكار موجوده عند العرب بشكل عام. شوي هي بس يعني احنا حابين برضه من يام سافر برضه نورجي لاهل فلسطين ولاهل رام الله ولاهل اي حدا انه يعني تخلق فكره ناشئه او يعني شركه ناشئه بيقدر ينجح في فلسطين وبيقدر يكبر على كل الوطن العربي وعلى كل العالم اذا بده. شوي يعني الناس عم بتخبروا الفكره، الناس يعني عم بلاقي ناس صاروا اوريدي بيعملوا ستارت ابس ثانيه عندنا في البلد مش من خلال يام سافر، لانه برضه كمان الفكره موجوده من قبل طبعا. وشوي كل شيء عم ينجح، واحنا يعني تقبل عندنا كمان، يعني انا عشان جاي برضه من عائله كمان انه بالاي تي كمان يعني لها فكر، فما كانتش انا عندي مشكله شخصيا ورفقات اللي معي برضه كمان يعني كلهم تمام يعني كمان. شو الخطوات التاليه اللي عم تحضروا لها؟ عم نحضر اول شيء هلا انه احنا عم ندخل على بلد، هلا احنا شوي متواجدين بفلسطين والاردن بشكل كبير، عندنا شوي بلبنان وشوي بمصر، بدنا نكبر تواجدنا بمصر وبلبنان كاوتيلات، وبعدين بعد ما يكون كاوتيلات كناس بدهم يسافروا من هاي البلدان، وبعدين بدنا نروح على السعوديه ونروح على الامارات، ويعني شوي ندخل على بلد، وبعد هيك هلا احنا في كمان زي برودكت جديد نطلعه اللي اسمه مسافر اكسبرس، اللي هو بدنا نعمله لاست مينيت بوكينجز، هايلي ديسكاونتد لاست مينيت بوكينجز، انك تسافر الليله بتلاقي ممكن تلاقي اسعار مخفضه في اوتيلات معينه، ممكن تكون 40% ديسكاونت 50% ديسكاونت، يعني هذا الشيء شوي مش انا والوطن العربي بس يعني عم نحاول نطوره، ويعني بدنا كمان يعني عم نفكر كمان بطريقه نطلع الموبايل اب تكون شوي بوش نوتيفيكيشنز بال يعني على الاشياء اللي حواليك عشان تقدر انت يعني تكون متواصل على كل شيء حواليك،
وبدنا نبني زي كمان سيستم للاوتيلات وريسيرشينج ذا بوسيبيليتي. الصراحه نبني هذا السيستم زي اوكيبنسي سيستم نعطيه ببلاش الاوتيلات عشان نقدر احنا نتواصل معهم على الافيليبيليتي تاعتهم وبرضه كمان يعني يكون في تواصل بيننا وبينهم على طول. فلسه ريسيرشينج ذا بوسيبيليتي الصراحه. مبروك يعني وان شاء الله بتنجح الابلكيشن وان شاء الله بتكفوا بالنجاح يا مسافر. يسلموا. شكرا لتحدثك مع وامدا. Good luck بالكومبيتيشن هون بعربنا. اوكي يسلموا كثير على الفرصه. يسلموا.